بيبيوتكس ممكن تقلل الكوروني كيدني ديزيز وتحسن من ال... لا هو مش شغال وتحسن من الكيدني فانكشن. مش شغال من هنا ولا من هنا؟ اوكي دي بعض الاستاتس بس احنا هنعديها عشان ايه؟ عشان الوقت. انما الاستاتس بتقول ان البروبايوتكس والبريبايوتكس طبعا بتحسن ايه؟ بتحسن شغل ال بتقلل لينا الفايبروسيس والسي دي. طبعا برضو ده عالم يوناني قديم كانوا بيروحوا كده يعالجوا مرضى السي دي دي بانهم ياكلوا التراب من جزيره اسمها لينونز في كريت. ايه ده الناس بتاكلوا التراب دي؟ فاكتشفوا بعض فتره من الفترات ان التراب اللي في الجزيره ده بيعمل بيرجع الديسبايوسيس للسيمبايوسيس من تاني. في دواء في اليابان اسمه اي اس تي 120 ده عامل زي الفحم ولكن الملكيولز بتاعته مور لس اورجنايزد على الفحم شويه. ده استخدموه في اليابان برضه عشان يعملوا ابسورب اوف ذا يورينيك توكسنز فروم ذا جي اي تي عشان يقللوا الريليز بتاعها. وعليه تو مين ستارز انا عديهم ولكن الستارز بتقول ان ده بدائي فتر بس مشكلته في اليوم 20 30 اورس. فالمشكله دي كاونت اوف ذا تابلت. طيب في حاجات جديده في الفيوتشر؟ في وات سيلز ايه وات اورجنايزر؟ احنا عندنا دي بروكسيمالينا تيبيول. البروكسيمالينا تيبيولز عليها حاجه اسمها اورجان اسيد ترانسبورترز. الاورجان اسيد ترانسبورتر تقريبا 100 فايل. مشكله الاورجان اسيد ترانسبورتر انه بياخد التوكسينز دهيت يدخلها جوه الرينال تيبيولز يعمل رينال فايبروسيس. طب ما نشتغل على ايه؟ نشتغل على الموليكيولز بقى. ايه اللي بنشتغل عليه؟ الجورمن سيد. الجورمن سيد اللي احنا كنا بنستخدمه فتره من الفترات مع الانتي فايرال. فده سوايد بسرعه. طيب اخيرا بقى وخصوصا ان احنا الترانسبلانتيشن وان اوف اور مور ليس ديلي براكتس. الترانسبلانتيشن اخباري زراعه. هل بتشيل التوكسين دي ولا ما بتشيلهاش؟ ديفنتلي ديفنتلي رينال ترانسبلانتيشن از ذا ايديال لاين اوف تريتمنت. في الاستاد ديت عملوها في مرضى زرعوا وشافوا التوكسينز بعد شهر وبعد شهرين لقوا الليفل ان هي اكسكريتد عن طريق الكيدني رينال تيبيولز او البروكسيمال تيبيولز. طيب هل لحقنا الحق ان احنا نحلم؟ يا وي هاف ذا رايت تو دريم بس احلامنا هي حقيقه ولا مش هي حقيقه؟ في بعض الاحلام زي البايو انجينير كيدني تيبيولز. بعضنا بيسمع بايو ارتفيشال كيدني تيجي تمر على الغرفه واحده يا دكتور بيا لي لو سمحت هي بتدي ان الزرع الارتفيشال دي موجوده ولا مش موجوده؟ فالقصه بقى بداوا يزرعوا لينا التيبيولز نفسها عشان الموضوع ما يبقاش جاست ريموفال اوف زي يورينك توكسنز. لا ده طلع لنا اسكوايتن طلع هرمونز طلع فيتامين دي تشيل الايه؟ الاكسبريتري مينيكيولز. في حلم تاني في حلم تاني اسمه المايكرو اريك سيستم. ايه المايكرو اريك سيستم ده؟ المريض بيغسل وفي عندنا ان هوت وحده متوصله بجهاز كمبيوتر بحاجه اسمها النانو تكنولوجي دي بتقيس المولكيولز التوكسنز اللي موجوده في جسم المريض وتبعت اشاره للهيموستات اورينتد مايكرو اري تقول له شيل المولكيولز ده وفي نيرس قاعده عليها وزي الغسيل لغايه الاشاره ما تنتهي والليفل يبقى كويس نبطل غرس الغسيل. طبعا كلها احلام لسه ما اتحققتش. طيب تو كونكلود الراجل طيب ده اللي هو جوهان فان جوتا ده دوتش فيلوسفر كلنا عارفينه قال لي 200 حلمين قال ايه؟ قال نومنج از نوت انف وي ماست ابلاج. انت بتعرف بس يو دونت ابلاي انت تعرفه. الويلنج از نوت انف انت عايز تعمل كذا بس وي ماست دو. طيب ايه اللي احنا واتش نو؟ ايه اللي احنا نعرفه زي ما فان جوتا قال؟ اللي احنا نعرفه انفورشنتلي نوت تو ماتش ما بنعرفش اي كتير لسه 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 والله اكيد مهم لسه هنعرف مع الوقت. طيب الكونفشنال رينال ثيرابيس اللي احنا بنستخدمه اللي هو اللو فلوكس دايالسيس كانت ريموف البيولوجيكال سيجنفكت ريتنشن سايت. بعض الوحدات ما زالت بتعتمد على التليفون قبل وبعد فما بالنا بالمولكيولز اللي احنا مش عارفين ايه؟ مش عارفين اسمها. طيب وات كان وي دو زي ما فان جوتا بنعمل ايه؟ اذا كنا احنا مش عارفين الثلاثه طب نعمل ايه؟ One cannot know what one cannot measure. انت مش هتعرف حاجه ما مش عارف تقيسها. احنا بنقيس القلب والبول. طب ما اعرفش ازاي. اوكي. الدي تي اوفر في اللي احنا بنستخدمها وفرحانين بيها هو المليكيول الصغير اللي احنا بنقدر نقيسه.
انما هو مش البيست ماركر اوف دايرز ديفيشنسي. انت تصل لمريض الكي تي والفي بتاعه 1.6 والمريض ده عنده امبوتنس، عنده انسومنيا، عنده سليب ديس اوردرز، يبقى المريض بتاعه از نوت ايفيشنت في دايرز. طيب النون توكسيك، النون توكسيك ستاف اللي ميجر اللي هم الكريات واليوريا انكريس فار ريس ذات التوكسيك ستاف اللي انا بقول احنا مش ما بننسيش. الملكر اناليسيس اوف وات جوز داون ذا درين بوينتس اوت ذات نو ماتر هاو ماتش تي تي ويل بي وي جيت ذير ويل بي ا بيجر باد جايز. العيال اللي عذرا في الكلمه في الاكسبريشن العيال الصايعه دي مش عاملين شكل، هي دي سبب المشاكل. اخيرا البيست واي اوف جيتنج جي اف ار از ترانسبلانت. رينال ترانسبلانت هو الحل الرئيسي والحل الراديكال. اشكركم. أنا عايز أشرب من أول اللعبة. شكراً.